محطتنا التالية من وحي المكان ومعرض الكتاب يلي بيختتم فعالياته مساء اليوم. معرض الكتاب بدورته الثلاثين يلي عم يشكل على امتداد أيامه بوصلة للقراء والمثقفين، وتستمر فعالياته وأنشطته المرافقة والمحاضرات والأمسيات الثقافية. لحتى نحكي أكثر وبشكل موسع أكثر عن هذا المعرض من حيث المطبوعات، المشاركين، دور النشر وأهم الفعاليات يلي ترافقت ضمن أيام المعرض، بيصيرنا نرحب بصباحنا غير مع الدكتور عاطف البطروس، عضو اتحاد الكتاب العرب وجمعية النقد الأدبية. صباح الخير استاذ دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، شكرا لكم. يسعد صباحك دكتور. يا اهلا وسهلا. بالبداية بما انه نحن باليوم الاخير لمعرض الكتاب، هي التظاهرة الثقافية الكبيرة اللي عم تشهدها مدينة دمشق، خلينا نحكي عنها. كيف لقيت معرض الكتاب بدورته الثلاثين؟ اولا كنت بتمنى انه ما يكون اليوم الاخير، لان هذه التظاهره فريده من نوعها، تدل في مداها البعيد ومعناها الاعمق ان الحياه في سوريا ما زالت مستمره، وان شعبنا قادر على التجدد وقادر على العطاء. بتقفي على باب المدخل لهذا الصرح الوطني الكبير، بتشوفي موزايك سوري، وان كانت اشكال لباس هو سيمياء دلالي يعني على طبيعه الناس اللي عم تجي. بتشوفي اطفال، بتشوفي نساء، بتشوفي شباب، بتشوفي كهول، بتشوفي سوريا مصغره امامك في وحدتها واجتماعها. هذا الشيء اللي حاولوا انه يهدموه ويضربوه ويخربوه لكنهم عجزوا. وحده من المؤشرات الهامه والدالي هذا المعرض اللي انتم شايفينه، واللي بضم الحقيقه لاول مره اكثر من 200 دار نشر محليه وعربيه. اذا بنتفتل بنجول بهذا المعرض بنشوف انه استثمار غريب، انه ما في مساحه صغيره لم تستثمر بشكل جيد، ومنظم تنظيم رائع من الدخول الى الخروج. هناك ظاهرة ملفتة للنظر، لم تحدث مشكلة واحدة في هذا المعرض طيلة أيام العرض، الحمد لله. إذا نحن حصينا عدد الزوار راح نشوف أنه كم كبير من الناس اللي زاروا المعرض دون أن يحدث أي إشكال ولو بسيط. يعني أنتم بتعرفوا يعني لما بيجتمع 1000 شخص مثلا لابد إلا من يصير في يعني مشادة هنا، مناكفة هنا، تعرض هنا، لكن تم كل شيء بسلام، وأرجو أن يستمر هذا حتى طيلة هذا اليوم اللي هو يوم ختام هذه الظاهرة الأدبية الثقافية الفكرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تعبر في المطاف الأخير عن وحدة هذا الشعب وعن حيويته وعن طاقته واستعداده للحياة. نحن نقول ولدنا لنحيا، وسنثبت للعالم أن سوريا قابلة للتجدد وقابلة للاستمرار وقابلة للحياة. نعم أكيد دكتور، بلا شك. وسوريا اشتاقت والشعب السوري اشتاقوا لهيدي الظاهرة، لظاهرة الثقافة. وأيضا خلينا نحكي ويمكن نخبر المشاهدين اللي ما أجوا وزاروا المعرض وفعالياته، قديش كان في زوار من جوار سوريا أيضا أجوا شاركوا بكتبهم، وتم توقيع عدد هائل من الكتب من قبل أهم الأسماء من الكتاب. ظاهرة لافتة هي توقيع الكتب، يعني أكثر من 20 كاتب ومؤلف وأديب وقعوا كتبهم خلال هذه الفترة، وكان هناك في إقبال حقيقة من قبل الأخوة المواطنين، وكنا نشوف الازدحام هنا أو هناك. طبعا نسب تتفاوت حسب قيمة وأهمية الكتاب الموقع. هذا المعرض حول أنشطة يعني اللي رافقته، ليس الهدف من هذه الأنشطة هو يعني ثقافي بشكل مباشر، هذه الأنشطة مرافقة للمعرض. الهدف هو المعرض، والمعرض ظاهرة ثقافية وظاهرة اقتصادية أيضا، يعني معرض هو موجود للبيع حقيقة. دور النشر جاءت لتروج لمنتوجها، ولكن كي لا يأخذ هذا المعرض طابع فقط البيع والشراء تمت أنشطة مرافقة لهذا المعرض، من أهمها ولأول مرة
أن كل يوم من الساعة 4 للساعة 6 كان يعرض فيلم سينمائي. وهي لأول مرة تحدث لأول مرة في بتصير. معرض الكتاب. لأول مرة أيضا هناك جناح للأطفال خاص بالأطفال، في أنشطة أيضا كانت. بدنا نحكي شوي عن قسم الأطفال لحال، لأنه عن جد كان القسم كتير مهم. المحاضرات اللي تمت بالمعرض صحيح أن الحضور فيها لم يكن كما هو مطلوب، كان يتفاوت الحضور. القاعة الكبيرة كان أحيانا تكون ممتلئة، قاعة صغيرة كان أحيانا يكون فيها نصها وحتى أحيانا ربعها. هذه مسألة ليست مؤشر على فشل أو نجاح المعرض أو نجاح المحاضرة، لأنه يعني الساعة 12 الظهر بهذه الشوب وال الوضع اللي نحن فيه وناس بوظيفته وبشغله، ومعروف يعني الثقافة هي عمليا هي الزروع عم تكون مساء، يعني مساء. عم تلاقي المواطن السوري عم يجي هو وعيلته لمعرض الكتاب. أنا بتشرف أن يكون عضو اللجنة نظمت الأنشطة المرافقة للمعرض. هذا اللي كنت أسألك عنه، بما أنك كنت عضو باللجنة المرافقة، النشاطات المرافقة لمعرض الكتاب أستاذ، خلينا نحكي قديش اكتمل يمكن المشهد الثقافي في هذا المعرض، لأنه أول مرة مثل ما قلت عم نشهد عروض سينمائية، نشاطات جديدة، يعني الدورة الثالثة بعد انقطاع لسنوات بتلاقي المشهد الثقافي عم يكتمل أكثر وأكثر. أولا ثقافة تعريف البسيط، كل متفاعل صعب تجزئته إلا للدراسي. صحيح. والإنسان ككينونة اجتماعية هو ينمو بعدة اتجاهات. فلنقل أن الثقافة هي انتشار في المدى وغوص في العمق، يعني معرفة شيء عن كل شيء ومعرفة كل شيء عن شيء. فنحن حاولنا قدر الإمكان أن يكون هناك تنوع في الأنشطة. أخذنا بعين الاعتبار جانب أدبي، كان في هناك أمسي شعرية وكان هناك أمسي قصصية. أخذنا الجانب الفكري، كان في ندوة فكرية حول الإرهاب ومظاهر تجلية يعني في الواقع السوري، وكما شهدنا خلال هذه السنوات العجاف، وهذا موضوع كان هام وحيوي جدا. حكينا عن تنوع والاختلاف، حكينا عن صيانة الكلية الاجتماعية، وحكينا عن ثقافة الفكر النقدي أيضا. وكان في محاضرين يعني من وجوه الثقافة السورية وأكاديميين معروفين بالجامعات، كان هناك محاضرات سياسية أيضا، ويمكن شفتوا أنتوا القاعة كانت تغص بالمشاهدين لما إجا الأستاذ مندوب سوريا بهيئة الأمم المتحدة. وكان هناك أيضا محاضرة حول الكتاب فلسفة القوة عند حزب الله اللي حكى عنه ناصر قنديل، شخصية يعني غنية عن تعريف خاصة لمشاهدينا. وكان أيضا كتاب مع سيد معاون وزير خارجية فيصل مقداد. وكان هناك أيضا محاضرة هامة جدا لكليب أستاذ سامي كليب، وله أيضا هو من الذين ساهموا في توقيع كتاب. كان في أمسي قصصية أيضا لأسماء معروفة في سوريا، حسن ميم يوسف والدكتور حسن حميد، وكان أسماء عديدة وكثير. نعم. وهناك أمسي شعرية، نحن حاولنا أنه ما نكثر بالأمسي أعداد الشعراء، يعني السنة الماضية مثلا كان في بأمسي واحدة 10 شعراء، يعني 10 شعراء بأمسي واحدة مرهقة يعني للمتلقي، ولا يمكن أن تعطي يعني طابع إيجابي. اقتصرنا نحن على شاعر واحد، وكان ضيفنا هو الأستاذ الشاعر الكبير نزي أبو عفش، نوجه له تحية إذا كان بسمعنا، ونتمنى له العمر الطويل والإبداع القيم والغزير. هذه مجموعة بشكل مختصر الأنشطة المرافقة لهذا المعرض. نعم دكتور، يعني كمان خلينا نتطرق لقسم الأطفال أو للأطفال، يعني صاروا كلهم آيباد على الموبايل على التلفزيون، بعدوا كتير عن الكتاب. اليوم شفنا معرض الكتاب عم يدعم كتب الأطفال وعم يستقطب أيضا يعني تفاصيل جديدة بعالم الطفولة، عم تجذب الطفل أيضا. موضوع الكتاب يحتاج إلى جلسة وحديث أطول حول مسألة القراءة. نحن نتهم بأننا شعب لا يقرأ،
وهناك أرقام مرعبة ومخيفة حول المدة التي يستهلكها المواطن العربي في القراءة، وهنا أرقام ليست دقيقة وليست صحيحة. نحن نقرأ ولكن منسوب القرائية لدينا منخفض قياسا للدول المتقدمة. هذا يصح على الكبار كما يصح على الصغار، لكن علينا أن ندرك جيدا أن مستقبل الأمم يرتسم على مقاعد دراسي. نحن الأطفال هم جيل المستقبل، وهم الذين بلد وسيخططون له وسيتجاوزون العثرات التي ورثناها لهم. مع سنة جناح الأطفال تميز أولا أنه مستقل لحاله وله مدخل من الباب الرئيسي للمكتبة. اثنين، حصلت فيه أنشطة وفعاليات رسم ومسابقات وموسيقى وورشات عمل، وصار يعني رب الأسرة أو السيدة الأم تجيب مع أولادها وهي حاسة بالأمان. وأهم شغلة أنتم شفتوها ولمستوها، هاي ساحة الأمويين، مو بس هذه ساحة وطنية، هاي إلى دلالة تاريخية أيضا، هاي رمز لدولة حكمت ثلاث أرباع العالم عبر التاريخ. وبتعرفوا أنتم أنه ساحة الأمويين بتشتغلوا بالإعلام والتلفزيون كانت مستهدفة مثل ساحة العباسين أيضا مثل باقي مناطق سوريا. لكن هذا المعرض ما لازم ننسى ابدا حقيقه انه ما كان يمكن ان يقام لولا الانتصارات الباهره اللي حقق لنا اياها جيشنا العربي السوري، اللي لولا ما كنا لا قدرنا عملنا هذا المعرض، ولكن جمعنا هذا الكم من الناس ولا قمنا بهذه الأنشطة والفعاليات. أكيد دمشق عم تعيش عرس وطني وانتصار الياسمين بفضل سواعد رجال الجيش العربي السوري، بدنا نوجه لهم أكبر تحية. بالختام بدنا نشكرك الدكتور عاطف البطرس عضو اتحاد الكتاب العرب وجمعية النقد الأدبية على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير لك.